مستمرين بتفعيل وتطوير مذكرة التفاهم التي ما بين وزارة السياحة ومنظمة طلائع البعث. اليوم جهود مبذولة من قبل منظمة طلائع البعث ووزارة السياحة من أجل تفعيل الثقافة السياحية لدى الأطفال. مثل ما بنعرف اليوم أن نمتلك جيل من الأطفال يمتلك ثقافة سياحية نابعة من معرفته بمكونات ومكنونات والمقومات السياحية الموجودة في سوريا، تعني أن نمتلك جيلا يعني سيحافظ على كل ذرة من تراب سوريا بالفترة القادمة. الفعالية اليوم هي بإطار تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة ما بين وزارة السياحة، من إيماننا المطلق بضرورة التشاركية لإعادة إعمار البشر قبل الحجر. طبعا أبنائنا هم بحاجة لتكريس الثقافة السياحية. السياحة ليست عبارة عن أحجار ومناطق أبدية وأوابد وغير ذلك، السياحة هي روح، هي امتداد، هي تاريخ، هي ثقافة، والحفاظ على هذه الثقافة وهذا التراث هو جزء من مهامنا جميعا. هدف من هالفعالية هي هو بداية أنه نحن نعرف أطفالنا، نعرف الأطفال الموجودين بمنظمة طلائع البعث اللي هن مستقبل سوريا، نعرفهم بتاريخهم، بتراثهم الغني، نعرفهم بكل الأماكن والمعالم الأثرية اللي موجودة عنا بسوريا. هلأ هي فرصة أيضا لحتى يتجمعوا هن من عدة محافظات، كل طفل من محافظة بيعرف المحافظة الثانية شو تراثها شو تاريخها، بالإضافة إلى أنه نحن كوزارة السياحة عم ننظم لهم جولات سياحية بأهم الأماكن السياحية اللي عم تنقام فيها الفعالية. نحن اليوم موجودين بقصر العظم. قصر العظم هو من أهم معالم وتراث دمشق، هذا المكان الجميل اللي موجودين فيه. هلا بعد الانتهاء من الفقرات الفنية في جولة راح ننظمها نحن بمرافقة أدلاء سياحيين مختصين، راح يعملوا لهم جولة للأطفال ليعرفون على أهم معالم دمشق، مدينة دمشق القديمة وتراث وتاريخ مدينة دمشق. العدد في الله طالع عكمال غير العدد في الله.